ورحب بالسيد علي بن يحيى رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة. ورحب كذلك بالسيد عادل تقيا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير. كما ورحب بالسيد معتمد المنطقة، نشكره على حضوره. وأن أقول للعارضين والمستثمرين والمشاركين من كل المواقع في هذا الصالون والقادمين من 14 دولة تنتمي إلى 4 قارات: الأمريكية، من أوروبا، من آسيا، وكذلك من إفريقيا، وبالتحديد من البلدان فرنسا، البرتغال، تركيا، إسبانيا، ألمانيا، رومانيا، إيطاليا، باكستان، الجزائر، المغرب، ليبيا، وتونس. وأن أقول لكم جميعا: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وإقامة طيبة بين أحضان تونس الخضراء، بين أحضان تونس الخضراء، ومن خلالها سوسة جوهرة الساحل. لن أقدم الأرقام حول الحضور والمشاركة، ولكن الأجنحة وحدها تتحدث عن حجم هذه المشاركة الأولى في هذا الصالون. وأن أشكر من خلال هذا الحضور المكثف لممثلي العائلة الصناعية الموسعة لقطاع النسيج في القارات الأربعة من كل المواقع، مؤسسة بي جروب الأمريكية من خلال كوادرها، وخاصة السيد سرحان بول والهادي بومعيزة، على التأسيس لهذا التعاون مع معرض سوسة الدولي، مع تمنياتنا بأن يكلل هذا الصالون ويبرز من خلال التعاون الاستثماري المشترك بين الصناعيين في قطاع النسيج ورؤساء المؤسسات المختصة ونظرائهم من الدول المشاركة، والتأسيس له خدمة للقطاع وللمصلحة المشتركة. شكرا لكم جميعا، شكرا للإخوة الصحفيين الحاضرين بكثافة، شكرا لدعمكم لمعرض سوسة الدولي، شكرا لكل المسؤولين، شكرا لكل الحضور. وأستسمحكم لأعطي الكلمة إلى السيد عبد العزيز الدهماني الرئيس المدير العام ورئيس مجلس إدارة معرض سوسة الدولي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك سي المازن ما خلانيش برشا بنتكلم خاطر دار على كل شيء، ولكن بالمناسبة هذه كذلك أعبر عن تشكراتي وفرحتي وأرحب بسعادة سفير تركيا على شرفنا اليوم بالحضور، وكان حضورنا في مستوى عالي راقي، اللي يشرف الجهة سوسة ككل وتونس، ويشرف قطاع النسيج اللي احنا اليوم نحتفل من اجله. كما ارحب واشكر سيد معتمد مدينه سوسه اللي حاضر معنا اليوم لافتتاح هذه التظاهره الهامه اللي تهم كما نقولوا قطاع النسيج. وارحب بممثلي اتحاد الصناعه والتجاره موجودين معنا من سوسه ومنستير، وجميع المسؤولين ونائب مساعد رئيس بلدية سوسة مشكور على نقولوا احنا هما استقبلونا هنا، سوسة تستقبل الضيوف نتاعنا. بالمناسبة هذه اتوجه بجميع عبارات الشكر لجميع الحاضرين ومقدمتهم، كل من شارك في العرض من هنا من كافة الدول المشاركة المساهمة معنا التظاهرة هذه الأولى من نوعها في إفريقيا. إن شاء الله إن
شاء الله انا نتمنى ان يكون هالتظاهره هذه تتكرر في ظروف احسن ولا بد مره اخرى توجه بعباره الشكر والتقدير الى جميع بجروب اللي هي منظمه اللي هي ساهمت على تنظيم هذا الصالون كما نقول المره الاولى في تونس اذا مش في افريقيا وافريقيا كمان. هذا الشيء معناه يهم قطاع النسيج كما قال سعاده السفير انا قطاع هام قطاع حيوي معناه يطلب يد عامله معناها متنوعه ويطلب معناها امكانيات تلبس بها. ولاحظنا اليوم احنا في صالون الدولي للنسيج اللي انعقد من 4 الى 6 ابريل معناها فيه جميع ملتزمات وكل ما له علاقه بالنسيج قطاع النسيج خاصه مواد اوليه وقطع غيار واكسسوار واقمشه لما لا معناها كل هذه عندها علاقه بالتطوير ونتمنى معناها القطاع هذا يزيد ينمو شيء في شيء ويتطور وان شاء الله معناها يكون معناها احنا نعتبر روحنا الصالون هذا ناجح حضوركم انتم ووسائل الاعلام الذين نفكر ديما حاضره الى جانبنا للتعريف بالصالون هذا وصالونات اخرى كذلك وان شاء الله التعاون نتاعنا ونقولها قدام حضره سعاده السفير ان شاء الله التعاون نتاعنا في سوسه وفي تونس ككل معناها مع الشقيقه تركيا صديقه وشقيقه تركيا معناها يكون معناها من حسن الى احسن سعاده السفير هذا الشيء اللي نتمنوه ونفضل فيه نجاح تظاهر هذه فضل فيه يرجع للمسائل التي وجدناها كذلك والمساعده من تركيا. هذا من حبيت مره اخرى نجدد تشكراتي بجروب ونقول لهم كلمه خاطر هم توا موجودين معنا ما يتكلموش حتى بالفرنسيه ولا راني خذيت الكلمه الفرنسيه ولا كل كلمه كان بالانجليزيه أنا نقول لهم هيك ان شاء الله the next time I hope this manifestation more better, inshallah. Merci, Sarah. Thank you very much. كما تحبوا انتم وهذا شيء صور ياسر وهذا مرة أخرى راني كنتكلم معناها بإحساس وشعور في مصلحة لتونس في شرف لتونس في كل ما لها هذا لكن تونس ككل وتحيا تونس ككل. And also I'm really proud of like we have right now 120 companies from 11 countries. Just we saw like Tunisia has definitely really has potential and we just want to make like this exhibition as an international really really best exhibition in Africa. That's why we are trying to do which we are going to try. This it was like the I hope like that every year is gonna increase. We are gonna increase the numbers. We are gonna increase like the buyer numbers to bring like the from outside of the countries. I hope the exhibition is gonna be really good. That I believe like with all my heart right now. Thank you so much again to all of your my team, especially and also with the Abdulaziz Dahmani, which is our ambassador, which is Mr. Ruben Faruk. And thank you so much for everything. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. علي بن ياهر رئيس اتحاد صناعة التجارة والصناعة التقليدية. نشكر السيد مدير العام والسيد مازري المدير المعرض، ونشكر الوفيات والإدارة الكل على تنظيم المعرض هذا اللي هو الأول معناها في النسيج، وهذا يحصل بولاية سوسة والساحل الكل اللي هو معناها في النسيج معروف بالنسيج. إن شاء الله معناها لي زيكسبوزون الموجودين إن شاء الله معناها يلقاو التعاون مع التوانسة، وإن شاء الله معناها تتقدم معناها الصناعة بتاعنا في النسيج أكثر ما هي معناها فما شوية فما ازدهار تو معناها بالنسبة لقطاع النسيج. إن شاء الله معناها يتعدى معناها في أحسن الظروف، ونرحب بالوفية الكل، ونرحب بالسعادة السفير، ونرحب بالسادة الصحفيين، ونشكركم برشا على تنظيم الصالون هذا، بارك الله فيكم. سعادة سفير تركيا، بسم الله الرحمن الرحيم. Cher Monsieur le Président de l'établissement de l'exposition de Sousse, Monsieur le Délégué, Monsieur le Représentant de CID Reis Valédien, Monsieur le Président de l'Utica Monastère et de Sousse, Mesdames, Messieurs les représentants de la précieuse presse tunisienne, ve Türkiye'den Tunus teşrif eden çok değerli firma temsilcilerimiz. Si vous permettez, j'ai un très profond plaisir de m'adresser à vous concernant trois dimensions. La première, le secteur textile, l'importance du secteur textile pour la Tunisie, l'importance de Sousse, qui est un pilier d'économie tunisienne, et le dernier, bien sûr, le potentiel d'exposition internationale de Sousse et les relations turco-tunisiennes. Le secteur textile tunisien est un pilier d'économie tunisienne qui a le moyen de créer énormément d'embauches et supporter l'économie en très peu de temps, qui crée l'embauche, qui crée valeur ajoutée et qui augmente l'économie. Ce qui est plus facile pour l'économie tunisienne afin de créer des embauches pour la jeunesse. Je me rappelle du début des étapes économiques turques que nous étions à l'étape actuelle de Tunisie. C'est pourquoi nous comptons énormément sur le partenariat stratégique dans toutes les dimensions, y compris secteur textile avec la Tunisie. Comme il a été informé tout à l'heure, il y a 120 entreprises que la 50% des participants sont des entreprises turques. Et ces 55 entreprises turques sont des vendeurs des accessoires, du fil, du coton, du machine, tout ce qui est nécessaire pour le secteur de textile, afin d'augmenter la valeur ajoutée ici en Tunisie, qui prouve que la perception que l'on veut créer ici en Tunisie est totalement fausse. Ce que l'on dit, le secteur textile turc envahit et tue le secteur textile tunisien. Toutes les entreprises que vous voyez ici sont des producteurs qui renforcent, qui soutiennent la production de textile. Notre but principal, c'est d'être en plein partenariat avec la Tunisie, au premier pas, pour répondre aux besoins de 60 millions de consommateurs et rendre la Tunisie pays modèle de sa région. C'est pourquoi ces 55 entreprises turques n'ont pas hésité de venir en Tunisie, de tenir
tenir en main pour accélérer le secteur textile tunisien. Nous avons un accord de libre-échange qui date de 2004, qui est rentré en vigueur en 2014 complètement pour la partie tunisienne. Et la présence de la Turquie en union douanière européenne permet un certain marge aux opérateurs tunisiens que, avec la matière première turque, tout ce qui est produit, on le doit d'accéder au marché Union européenne avec zéro droit de douane. Qui veut dire rendre la Tunisie encore à la cinquième place comme fournisseur de prêt-à-porter vis-à-vis de l'Union européenne, qui est notre but, qui est le but des présents aussi. C'est pourquoi l'exposition à Sousse, exposition en textile, est très importante, très essentielle. C'est pourquoi je félicite tous ceux qui ont contribué à réaliser cette exposition professionnelle ici à Sousse, une des pôles économiques tunisiens, qui va nous permettre de renforcer nos liens en termes de textile aussi. Je souhaite à tous les participants, à tous nos frères tunisiens, un fort niveau de succès. Bittawfiq, Inch'Allah, wassalamu alaikum. استسمحكم بعض الهدايا التذكارية من السيد رئيس مجلس إدارة سوسة إلى السيد سفير تركيا أولا. سعد العزيز السيد سفير تركيا اقرب جيدا. هدية كذلك لعلي بن يحيى رئيس الاتحاد الجهوي لصناعة سوسة. كذلك هدية للسيد نايب رئيس بلدية سوسة. هدية كذلك إلى السيد عادل تقيد شرفنا بحضوره نشكره. كذلك هدية للسيد معتمد سيدي عبد الحميد مشكور. شكرا لكم جميعا راكم مدعوين ريسبسيون، وإذا ذهبوا تاخذوا بعض الكلمات من السادة المسؤولين الحاضرين بفضل الله.